بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة تالتة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 96 في أعلى الصفحة كما نلاحظ بنفس الطريقة إيفالواسيون إي سوتيان ثم أجير. هذا سي لو فيرب أجير. لو فيرب أجير المقصود به يعني أنك تبادر وتتصرف يعني وتتحرك. إذا هذا لو فيرب أجير. لو فيرب أجير سينيفي فير كلكو شوز، يعني أنك تفعل شيئا. avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est، أن يكون لك نشاط. عندما أقول j'ai une activité المقصود بأنا عندي نشاط. إذن avoir une activité يعني أن يكون لك، أن يكون له، أن يكون لنا. إذن avoir تنشوفه بأنه مصرفش، إذن تبقى بهذا المعنى يعني أن يكون للشخص بمعنى آخر. une activité أن يكون لأي شخص نشاط. كي ترانسفورم، لو فيرب ترانسفورم المقصود به حول. نتكلم عن النشاط الذي يحول. إذا المقصود أنت عندما تبادر بفعل شيء فأكيد أن نشاطك هذا وعملك هذا سيغير شيئا. إذا كي ترانسفورم الذي يغير، بلوز أو موا أكثر أو أقل. لا نعرف نسبة التغيير التي سيحدثها نشاطك وتصرفك إلى آخره. بليز أو سوكي يعني سوكي الذي هو، نتكلم عن شيء كما هو. إذا سوكي كما نقول الذي هو، المقصود الشيء الذي تحركت من أجله سوكي. إذا أجير المقصود بها فار كلكو شوز أو بيا أفواغ أون أكتيفيتي كي ترانسفورم بليز أو سوكي، أو أن يكون لك نشاط الذي يغير أكثر أو أقل شيئا ما، ما هو موجود كما نقول سوكي. طبعا في نفس المعنى أجير ممكن أنه يعني سوكومبورتي. سوكومبورتي يعني أنك تتصرف. دون لاكسيون يعني تتصرف بفعلين. دون لاكسيون كما نقول هنا في فعلين. سوكومبورتي دون لاكسيون يعني أنك تتصرف في حدث أو في فعلين على الأرض طبعا. دو تيل أو تيل مانيير كما نقول هنا بكذا وكذا طريقة، المقصود بطريقة معينة. دو تيل أو تيل مانيير كما نقول بكذا أو كذا طريقة. إذا نتكلم عن طريقة، طريقة التعامل. إذا المقصود أنك تتعامل بطريقة معينة. إذا عندما نتكلم عن أجير المقصود بأيضا أنك تتصرف أو تتعامل بطريقة معينة. نقول مثلا إلى بيان أجي أنفير أو يعني أنه تعامل بشكل جيد نحوهم يعني اتجاههم. أنفير أو يعني نحوهم أو اتجاههم. أو نقول إلى مال أجي يعني أنه تصرف بشكل سيء. أنفير أو يعني اتجاههم، يعني مثلا اتجاه أشخاص، تصرف مع أشخاص بشكل سيء. إذا نقول إل أمال أجي أنفير أو يعني أنه هو تصرف بشكل سيء نحوهم. طبعا لو فيرب أجير في البخيزون نقول جاجي تي أجي إل أجي نوز أجيسون نوز أجيسون فوز أجيسي إلز أجيس، يعني هم يتصرفون. إذا جاجي أنا أتصرف الآن، تي أجي أنت تتصرف الآن، إل أجي هو يتصرف الآن، إل أجي هي تتصرف، إل أجي هي تتصرف، أون أجي يعني أن الناس يتصرفون. إذا طبعا هذا صرف لو فيرب أجير. وكما نلاحظ بأن لو فيرب أجير أولا ينتهي بإي آغ، ثانيا مع نو نقول نوز أجيسون تنسمعو ديك الصون، فوز أجيسي تنسمعو ديك السي يعني تنسمعو دوزيس، ثم إيلز أجيس إيلز أجيس إذا تنسمعو هاد دوزيس، تتسمع في الصرف مع نو مع فو مع إيل. إذا هاد الفعل أولا عنده إي آغ ثم عنده هاد دوزيس مع نو مع فو مع إيل. إذا هذا تتصنف من المجموعة الثانية. كون كان هاد الفعل عنده إي آغ وما عندوش هاد الصون، نقول مثلا نوزاجيون فوزاجي إلزاجي، ما سمعناش هاد دوزيس. هنا تتصرف هاد الحالة بأنه من المجموعة الثالثة. علاش؟ لأنه إي آغ عادة خاصو ينضم للمجموعة الثانية، لكنه ما حققش الشرط الثاني، إذا تيمشي للمجموعة الثالثة. المجموعة الأولى طبعا تنعرفوا بأن فيها أو آغ إلا فعل ألي،
الا فعل الي. تنعرفوا بان فعل الي الصرف ديالو تتغير، وبالتالي ما هوش بحال الافعال الاخرى اللي تتحافظ على الحروف الاصليه. تنقولوا جوفي، اذا هذه جوفي الحروف ديالها ما عندها علاقه بالي. عندنا لو فيرب الي يعني ا دوزيل او ار، هذا هو الفعل. طبعا عندما نقول جوفي ولو عندنا حروف جداد، جوفي تيفا إلفا ثم نوزالون فوزالي، هنا عاد تيعودوا هاد الحروف الاصليين. كما تلاحظوا بان الفعل تيتلون في الصرف ديالو. حتى في الفيتيو نقول جيغي يعني انا ساذهب، جيغي تو ايغا إل ايغا نو زيغون فوزيغي إل زيغون، يعني هم سيذهبون في المستقبل. اذا طبعا كما تلاحظوا بان هاد الصرف هذا الفعل تيجيب واحد الحروف جداد ملي تنصرفوا هاد الفعل هذا في لو فيتيو سامبل مثلا. اذا عموما لو فيرب الي لهذه الاسباب ما تتقبلش في المجموعه الاولى. المجموعه الاولى تضم الافعال اللي عندها او اغ على ف، ولكن تتحافظ على الحروف ديالها الاصليه في الصرف، على عكس لو فيرب الي. اذا كما قلنا بان الافعال ديال المجموعه الثانيه هي اللي عندها اي اغ، وتتحقق لنا الشرط الثاني بحال اللي حقوا لنا لو فيرب اجير هنا في البريزون. حتى في لامبارفي مثلا نقول جاجيسي، جاجيسي يعني انا كنت اتصرف مثلا في الماضي. اذا هذا الصرف ديال هذا الفعل هذا تتبان لنا فيها الدوزيس، وبالتالي فهو تيحقق لنا الشرط الثاني باش ينتمي للمجموعه الثانيه. مثلا لو فيرب فينيغ، لو فيرب فينيغ فعل جاء، تنقولو جو فيان تو فيان إل فيان نو فينون، لا نقول نو فينيسون، نقول نو فينون، نقول نو فينون. فوفوني فوفوني إل فيان إل فيان، الصرف ديال فونيغ تيكون بهذا الشكل لأن الناس تعودوا على الصرف ديال هاد الأفعال بهذه الطريقة. هذا تيجيهم ساهل بهذه الطريقة، الآخر تيجيهم ساهل بالطريقة الأخرى. إذا تصنفوا الأفعال بالطريقة اللي قلنا. إذا دابا نرجعوا، نعود الآن إلى أجيغ. طبعا كما تلاحظوا بأن هذا الفعل غير مصرف، وقلنا فيما سبق بأن أفعال كثيرة في اللغة الفرنسية تأتي غير مصرفة، أنها توضع هكذا. المقصود بها بالمقارنة باللغة العربية كما لو نتكلم عن المصدر، فعندما نتكلم عن أجيغ بأن المقصود منه هو تصرف أو بادر، هنا طبعا تنشوف الفعل موضوع يعني بشكل غير مصرف. إذا كما نتكلم عن التصرف أو عن المبادرة، عن مبادرة مثلا. إذا نتكلم عن أجير، طبعا هذه الأفعال عندها المصدر ديالها في اللغة الفرنسية، لكن في الغالب تستعمل الأفعال بدل المصدر بالمقارنة باللغة العربية. طبعا هما طريقتهم هكا، هما تفهموا الأمور بهذا الشكل يعني بدون مقارنة. فعندما نقول مثلا هنا بو فابريكي ان البوم دو فوتو، اذا كما نقول من اجل صناعه البوم صور، بو فابريكي ان البوم دو فوتو، ممكن انهم يقولوا هنا بوغ لا فابريكاسيون دان البوم دو فوتو، ولكن تجي احسن في القول بو فابريكي ان البوم دو فوتو، من اجل صناعه البوم صور. فوالا اون cet album sur la première photo qu'est-ce qu'on a voilà ceci est une image qui rappelle l'anniversaire de grand-mère. إذا هذه الصورة تذكر بعيد ميلاد الأم. ensuite comme exemple on a le mariage de ma tante. إذا في الصورة الثانية كما نرى عندنا le mariage de ma tante. le mariage de ma tante. إذا زواج عماتي أو خالاتي. ma tante المقصود بعماتي أو خالاتي إلى آخره. إذا لو مارياج دو ما طونت، فوالا سيت اون فوتو كي رابيل لو مارياج دو ما طونت. إذا هذه الصورة تذكر بزواج خالتي أو عمتي. لا تخوازيام فوتو كما نروايو ما نوفيل، كما نقول شيء مالي جديد. ما هو الشيء الجديد؟ طبعا هنا نتكلم عن شخص، ما نوفيل بتيت سور، بتيت سور. إذا نتكلم عن أخت صغيرة، ما نوفيل بتيت سور يعني أختي الصغيرة الجديدة، المقصود بأنها ولدت حديثا. إذا ما نوفيل بتيت سور، هذه أختي الصغيرة الجديدة كما نقول. جينيرالمون أون ألبوم دو فوتو، إذا عموما عندنا ألبوم صور. لا كيستيون كي سوبوز
السؤال الذي يطرح comment va-t-on faire pour fabriquer un album de photo. إذن كيف لنا أن نعمل لكي نصنع ألبوم صور. comment peut-on faire pour fabriquer un album de photo. كيف نستطيع أن نفعل لنصنع ألبوم صور. comment faire un album photo. comment faire un album de photo. pour fabriquer un album de photo. لصناعة ألبوم من الصور كالذي رأينا الآن. il me faut يعني أنه يخصني ينقصني. il me faut هذا لو va falloir كمان نقول يتوجب. il me faut كمان أقول أتوجب، لكن المقصود به هنا بأنه يتوجب أن يكون لي. المقصود هنا بأنه يتوجب أن يكون لي. ما معنى هذا؟ معناه أنا أحتاج. il me faut المقصود به أنا بحاجة أو أنا أحتاج. إذن لكي أصنع ألبوم صور المفو يعني أنا أحتاج للأدوات التي أمامنا في الصور. alors pour fabriquer un album de photo المفو إذن من أجل صناعة ألبوم صور يتوجب لي أو أنا أحتاج. pour fabriquer un album de photo المفو des photos يعني أنا أحتاج صور. un cahier أنا أحتاج دفتر. un stylo أنا أحتاج قلم. دو لا كول كما نقول من اللصاق يعني انا احتاج لصاقا. فوالا سو كي المفو سي جو فو فابريكي ان البوم دو فوتو. اذا هذا الذي يتوجب ان يكون عندي، هذا الذي احتاجه اذا اردت ان اصنع البوم صور. الوغ المفو دو فوتو اوسي المفو ان كيي اونسويت المفو ان ستيلو. Et enfin, il me faut de la colle pour fabriquer un album de photo. Et donc, أنا أحتاج هذه الأدوات من أجل صناعة ألبوم صور. À moi d'agir. كمان هذا. إلي أنا لأتصرف. الآن وقد توفرت لكل هذه الأدوات. À moi d'agir. إلي الآن لأتصرف. كما لو أقول الكرة في ملعبي لكي أتصرف. الآن كل شيء عندي، إذن علي أن أتصرف. أموا داجير، إذن أموا داجير. جو شيرش دي فوتو دو ما فامي. بروميامون جو شيرش دي فوتو دو ما فامي. إذن أولا أنا أبحث عن صور لعائلتي. دوزيامون جو ليكول سور مون كي. ثم أنا ألصقها جو ليكول. المقصود هنا جو كول لي فوتو دو ما فامي سور مون كي. Je l'école sur mon cahier. Le maqsoud bihada. Je colle les photos de ma famille. Idan hadli tataawad les photos de ma famille. Sowar a'ilati. Idan indama aqul je l'école, yani ana ulsiquha. Je colle, ana ulsiqu. Tab'an adna hna je l'école. Huna kamal aqul ana ulsiquhum. Atakallam an sowar. Tab'an fi al-lugha al-arabiyya la naqul أنا ألصقهم. طبعا ما دمت أنها غير عاقلة، ما دمت أن الصور غير عاقلة، أقول أنا ألصقها، وكأنني أتكلم عن شيء مؤنث الغائب. إذا قلت مثلا أنا ألصق مسطرة، جو كول لا هيغل، أنا ألصق مسطرة. إذا أردت تعويضها أقول ماذا؟ جو لا كول، أنا ألصقها. إذا أردت القول أنا ألصق قلما، جو كول لو ستيلو. إذا أردت تعويضه بضمير جو لو كول أنا ألصقه. طبعا هنا تنتكلم على مجموعة صور، طبعا نعوضها بهدلي جو لي كول أنا ألصقهم. كما نقول إذن جو لي كول سو مون كي أنا ألصقها على دفتري. أنسويت كيسكون فافا بعد هذا ماذا سنفعل؟ جيكخي سو شاك فوتو لا دات. إذن أنا أكتب سلو فيرب إكخيغ جيكخي سو شاك فوتو تحت كل صورة. لا دات أكتب تحتها التاريخ. إي لوكازيون ثم المناسبة. إي لوكازيون ثم المناسبة. لوكازيون تنقولها بالدارجة، هذه واحد لوكازيون. إي لوكازيون هو المناسبة على كال ست فوتو أتي بخيز. ثم أكتب اسم المناسبة على كال التي فيها ست فوتو هاد الصورة أتي بخيز.
فيها يعني أنها كانت مأخوذة. إذا المقصود بأنني أكتب التاريخ ثم المناسبة الخاصة بهذه الصورة. J'écris sur chaque photo la date et l'occasion à laquelle cette photo a été prise. طبعا prise هذا le verbe prendre. Je prends يعني أنا أخذ. أنا أخذ شيئا. Je prends le stylo. أنا أخذ القلم. إذا القلم ممكن أنني أقول عنه le stylo est pris يعني أن القلم أخذ. طبعا في حالة المؤنث تنضيف واحد أ. مثلا la règle est prise. La règle est prise يعني أن المسطرة أخذت. إذن طبعا نتكلم على فوتو، هذه كلمة مؤنثة. إذن j'écris sur chaque photo la date et l'occasion. المقصود بهنا et j'écris l'occasion وأكتب المناسبة à laquelle التي فيها cette photo. نتكلم عن الصورة، كلمة مؤنثة. cette photo a été prise. a été prise يعني أنها أخذت فيها من قبل. Après, qu'est-ce que j'aurai? À la fin de l'année, يعني في نهاية السنة, j'aurai mon album photo. يعني في نهاية السنة, سيكون لي عندنا أفواه. تنعرف بأن أفواه تفيد الملكية من اللي تيجي مرا اسم. عندما أقول j'ai mon album photo, عندما أقول j'ai مون ألبوم فوتو، عندي ألبومي للصور، عندي ألبومي للصور. طبعا عندنا هنا أفواه في الفيتيو، تصرف في المستقبل. إذا طبعا سيكون المعنى هو بأنه سيكون لي. إذا سيكون المعنى مادام أن أفواه لي تفيد الملكية. ما معنى أفواه يفيد الملكية؟ عندما أقول جي مون ألبوم فوتو يعني أنا عندي ألبوم فوتو، المقصود بأنني أملك ألبوم فوتو. جي مون ألبوم فوتو يعني أنا عندي ألبوم صور، المقصود أنا أملك ألبوم صور. تويا طون ألبوم فوتو، أنت عندك ألبومك للصور، المقصود بأنك أنت تملك ألبوم للصور. إل أ أو إل أ سون ألبوم فوتو يعني هي عندها ألبوم للصور، المقصود بأنها تملك ألبوم للصور. إذن هذا هو المعنى ديال الملكية، يعني أن يكون لي أو يكون عندك أو يكون عنده. إذن أفواه تعني هذا المعنى، أفواه يفيد هذا المعنى عندما يكون بعده اسم. طبعا أفواه هنا أنه مصرف في الفيتور سامبل. ماذا نقول في الفيتور سامبل؟ في الفيتور سامبل نقول جوري تي أورا إيل أو آل أو أون أورا. إذا نقول il aura, elle aura, ou bien on aura. ثم nous aurons, vous aurez. Ils auront, elles auront. طبعا يفيد الملكية كما عندنا هنا عندما يكون بعده اسم. أقول j'aurai mon album يعني أنه سيكون لي ألبومي. Tu auras ton album يعني أنه سيكون لك ألبومك أو سيكون لك ألبومك. نقول il aura son album يعني أنه سيكون له ألبومه. nous aurons nos albums يعني أنه سيكون لنا ألبوماتنا كما نقول. vous aurez vos albums. vous aurez vos albums يعني أنه سيكون لكم ألبوماتكم. ils auront leur album يعني أنه سيكون لهم ألبوماتهم. طبعا هنا avoir جاء بعده اسم، ولكن ما ننسوش بأن avoir ممكن يجي بعده فعل، يعني عندما يأتي مساعدا لتصريف الأفعال التي تقبله كمساعد في الأزمنة المركبة. إذن تتكلم على واحد نوع من الأفعال تتقبل المساعدة ديال الأفواه طبعا على حساب المعنى باش تصرف هذه الأفعال فالأزمنة المركبة. مركبة لحقاش تركب من هذه الأفواه ثم مركبة من الفعل الآخر. إذن نتكلم على طون كومبوزي. فالفقرة هنا عندنا فقط جوغي، يعني متنتكلموش على تي أوغا أو إل أوغا أو بقية الصرف. إذن جوغي يعني أنه سيكون لي مون ألبوم فوتو، سيكون لي ألبومي للصور. إذن كما قلنا أموا داجيغ لي أنا لأتصرف. جو شيرش دي فوتو دو ما فامي يعني أنا أبحث عن صور لعائلتي. جو لي كول سيغ مون كيي ثم أنا ألصقها على دفتري. جيكخي سو شاك فوتو لا دات et l'occasion à laquelle cette photo a été prise.
جيكري سو شاك فوتو. انا اكتب تحت كل صوره لا دات اي لوكازيون، اكتب التاريخ ثم المناسبه. على كال التي فيها ست فوتو ا اتي بريز، هذه الصوره اخذت، كانت ماخوذه كما نقول هنا. على فان دو لاني، في نهايه السنه جوري مون البوم، يعني انه سيكون لي البومي. جوري مون البوم فوتو، سيكون لي البومي للصور. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.